ومعنا مشاهدينا الكرام لمزيد من التعليق بشأن هذا الموضوع من اسطنبول عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج سيد مهر شاويش، مرحبا بك. إذا قتيلان وعشرات الجرحى حصيلة فعاليات اليوم في مسيرة العودة، كيف ترى كلفة اليوم من المسيرة السلمية الحالمة بالعودة؟ لا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لابد أن أعيد وأؤكد حقيقة أنهم شهيدين. سميهم كما تشاء سيدي، تفضل. لا، وهذه نقطة مهمة جدا في التحرير، ليس فقط عندك وإنما في كل الإعلام العربي، هذه نقطة يجب التأكيد عليها. أما فيما يتعلق في مسيرات العودة، يجب أن نثبت حقيقة أن مسيرات العودة كان لها بصمة في هذا الصراع وشكلت حقيقة حالة إرباك. وربما كل ما نراه الآن من المشهد فيما يتعلق في الصراع الفلسطيني الصهيوني حقيقة سببه وسبب الحراك الذي أدى له هو حقيقة مسيرات العودة التي طرقت في آذار، في 30 آذار مارس من العام الحالي. والجزء المتعلق في كل حتى هذا التصعيد أيضا مرتبط فيها، لأنه حقيقة العدو الصهيوني راهن على أن هذه المسيرات ستتوقف بعد 15 أيار مايو، أو بالكثير ستتوقف بعد 7 حزيران. ولكن هذه المسيرات تصاعدت، تغير يعني تصاعدت وتيرتها، ازدادت اكثر، استخدمت اساليب جديده منها البالونات ومنها الطائرات الوراثيه، شكلت حاله من الاجماع الوطني والالتفاف الشعبي حولها، اثبتت سلبيتها، قدمت نموذج يعني حضاري حقيقه ورساله قويه للغرب باتجاه يعني نصره هذه القضيه الفلسطينيه ومظلوميه القضيه الفلسطينيه. لذلك نحن نقول بان هذه المسيرات حقيقه ادت الى كل هذا الحراك والى كل هذه الحاله الجديده في 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 اتون هذا الصراع. طيب كيف يرى الشارع الغزي رده فعل قاده المقاومه على هذه الاشتباكات؟ بدون شك يعني نحن نقول فيما يتعلق في المقاومه ككل وكيف هي تدير هذا الصراع. المقاومة حقيقة يعني ثبتت معادلة القصف بالقصف وأوجبت هذا الكيان، والمعادلة حتى الآن والمقاومة حتى الآن ترفض تغيير هذه المعادلة وترفض أيضا أن يفرض هذا العدو الصهيوني قواعد جديدة للاشتباك. فالقضية الآن بين كر وفر وبين فرض ورد فيما بين المقاومة الفلسطينية وبين هذا العدو الصهيوني، والطريقة في إدارة الصراع والأسلوب في إدارة الصراع حقيقة أنا أقول بأنه يشهد له للمقاومة حتى الآن، لا سيما في ظل الرغبة العاتية لدى الكيان الصهيوني في محاولة عسكرة مسيرات العودة وقلب هذا النضال السلمي الشعبي إلى نضال عسكري. لا شك هو يريد أن يستفيد من التفوق العسكري لديه، لكنه محرج جدا أمام هذا العالم، لأن المسيرات مسيرات سلمية، مسيرات شعبية قامت فيها وبادرت فيها لجان شبابيه وطلابيه، مؤسسات مجتمع مدني، اتحادات ونقابات، وجاء وتوجت بالتفاف فصائلي حقيقه وبحاله اجماع وطني. لذلك هو يحاول ان يضرب هذه القضيه ويعسكر هذا الموضوع حتى يكون له مبررات كبرى في يعني ضرب البنى التحتيه وضرب العمق في قطاع غزه. هل تعتقد ان التهدئه الاخيره يمكن ان تصمد مع ما قيل انها خطه صهيونيه لانهاك المقاومه؟ شوف اخي الكريم، حتى نكون واضحين فيما يتعلق في التهدئه هذه هي التهدئه رقم 3 يعني في الفتره الاخيره تحديدا في منذ انطلاق مسيرات العوده، وهي ايضا تبنى على ما جرى في عام 2014 واتفاق التهدئه الذي جرى بعد عدوان عام 2014. لكن قضيه ان تصمد او لا تصمد، انا حقيقه لا استطيع ان اثق في هذا الكيان ولا اراهن على مصداقيه هذا الكيان. هذا الكيان يجب ان تبقى كل الخيارات معه مفتوحه، ويجب ان يكون هناك حاله من التنبؤ والحذر في التعاطي معه. في النهاية هذا الكيان لا يريد لنا أن نكون في حالة إجماع وطني، لا يريد أن يتم ملف المصالحة، لا يريد أن نرتقي إلى مستوى الوحدة الوطنية، وهو يضرب كل حالة إجماع وطني. ولو تابعنا ولاحظنا كل محاولات خرق هذه التهدئة وكل محاولات ضرب معادلة القصف وكل محاولات عسكرة هذا الموضوع كانت دائما مرتبطة في حالات إجماع وطني. هذه القضية يجب أن نكون متنبهين لها، ويجب أن تكون متنبهة المقاومة لها، ونحن نثق حقيقة في المقاومة ونثق أيضا في الحاضر الشعبي لهذه المقاومة في قطاع غزة التي صمدت في حصار يدخل الآن عامه الثاني عشر ضمن حالة يعني ترتقى إلى مستوى كارثة إنسانية على كافة المستويات. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مهر شاووش من اسطنبول عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج.